لا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور خلدون النبواني، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خلدون، أهلا بك. إذا أردنا أن نفكك هذا المشهد الذي يجري في باريس ونرجعه إلى أسبابه، هل يمكن القول أن تزامن الهجمات مع محاكمة المتهمين بهجمات شارلي إبدو هي سبب، أم أن السبب إعادة نشر الرسوم من قبل ذات الصحيفة في بداية شهر سبتمبر؟ يعني هذا لا ينفي ذاك، وهذا قد السبب الأول قد يدفع أيضا إلى السبب الثاني. أنا أميل إلى الاعتقاد بأن هناك رغبة انتقامية من المحاكمة الآن التي تجري في فرنسا للعملية الإرهابية التي حصلت في مجلة شارلي إبدو، وبالتالي هناك شيء من الانتقام، لكن انتقام العاجز، يعني هو عملية انتحارية أو إرهابية بأحد المعاني، ليست انتحارية، عملية إرهابية قام بها شخص باستخدام وسيلة متاحة للجميع وهي سكين أو ساطور على الأرجح. المعلومات الآن المتوفرة للآن أن هناك شخصان يعني مصابان، أحدهما بحالة حرجة وتم توقيف أحد المشتبه بهم، وبالتالي هناك شيء من التفاعل مع عملية المحاكمة. هناك أيضا وبشكل أساسي إعادة الرسوم من جديد التي أثارت حفيظة البعض، وكان هناك تهديدات كما جاء في تقرير مراسلتكم أن هناك تهديدات منذ فترة تتلقاها صحيفة شارلي إبدو أيضا بسبب المحاكمة، وبالتالي هناك أيضا أنا برأيي أرجح أن العمل إرهابي استمرار لما حصل في شارلي إبدو، ولكن مرة أخرى هو عمل قد يكون فردي. غالبا العمل الإرهابي المنظم يكون بوسائل بأسلحة، يعني أسلحة نارية، مسدس، بارودة، شيء من هذا القبيل أو قنبلة. هذا العمل حصل يعني ولكن هذا لا يمنع دكتور خلدون كما تعرف ويعرف الجميع بأن هناك هجمات بالأسلحة البيضاء أو حتى حوادث الدعس بالسيارات كأسلوب متبع للذئاب المنفردة. ولكن هنا نعود إلى ذات النقطة، الصحيفة نفسها امتنعت لفترة طويلة عن إعادة نشر هذه الرسومات أو ما يشبهها في الموضوع بحجة أن القانون لا يمنعهم، ولكن لأنه يثير القلاقل. لماذا الآن التوقيت من جديد وربما إثارة بعض المتطرفين حتى يكون لهم عذرا لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية؟ يعني رغم تعاطفي كبير مع ما حصل لشارلي إبدو في العملية الإرهابية الأولى وما حصل اليوم، إلا أنها تظل مجلة يعني تحريضية بشكل أو بآخر، تعيش على الاستفزاز. هناك شيء من حرية التعبير يجب الدفاع عنه بشكل أو بآخر، ولكن أيضا يجب مراعاة أن أحيانا يسبب هذا يعني استفزازات تتحول إلى عملية قتل أو محاولة قتل، وبالتالي ذلك دفع المجلة في فترة من الفترات إلى التهدئة لأن تمر العاصفة. الآن تعود الأمور، قد يكون ظنا منها أن الأمور قد استتبت، وقد يكون أيضا محاولة للترويج من جديد للمجلة، تحتاج هي إلى يعني أحداث هكذا مستفزة أحيانا لكي تبقى عالقة في الأذهان وحاضرة في الإعلام والميديا وإلى ما هنالك، وبالتالي قد يكون شيء من هذا القبيل. لابد من الدفاع عن حرية الرأي، ولكن من التعقل والحكمة عدم الاستفزاز. ولكن ألا يصطدم هذا الرأي الذي تقوله دكتور خلدون، يجب مراعاة بعض المحرمات بالنسبة للمسلمين، ألا يصطدم هذا بحرية التعبير؟ لأن هناك من يدافع عن المجلة ويقول إنها تتناول شخصيات من ديانات أخرى بذات الأسلوب ولا يقع الاعتداء عليها. تماما، وهذه مشكلة يعني في كامل أوروبا، يعني السخرية أو الكاريكاتور، يمكن أن ترسم شخصية المسيح بشكل كاريكاتوري ولا يثير ذلك حفيظة كبيرة كما يحصل لدى الجانب، لن أقول الإسلامي، ولكن الموتورين من الإسلام، المسلمين الذين ليس المسلمين، الإسلاميين الراديكاليين الذين يظنون أنهم سينتقمون وأنهم سيدافعون عن
عن النبي أو عن هذا الدين أو ذاك، وبالتالي هناك حدود يعني توضع بشكل غير مكتوب أحيانا أمام حرية التعبير. يعرف الأوروبيون أن يعني هناك من الإسلاميين من لا يتحمل لا حرية الرأي ولا السخرية ولا الكاريكاتور ولا أي شيء من هذا القبيل، وبالتالي هذا يعني يجعلهم يتحفظون كثيرا ولا يثيرون سواء في المسرح سواء في السينما سواء يعني يعودون إلى العشرة كما نقول قبل أن يقوموا ب يعني التعرض إلى شيء إسلامي يمكن أن يثير عملية قتل أو عملية إرهابية. الدكتور خلدون النبواني الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من باريس عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.